صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نور سات جوردن وعلى تلفزيون وفضائية نور سات والتليلومير. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة في هذا النهار المبارك، وكعادتنا كل أسبوع نهار الثلاثاء معكم نحن لمدة ساعة على الفضائية وساعة ونص على صفحتنا على فيسبوك. اليوم الحديث بما انه احنا في الزمن الاربعيني، وايضا الطقس الغربي عم يحتفل هلا في زمن الالام. طبعا في فرق بين الطقس الغربي والطقس الشرقي، ومثل ما ذكرنا بالبداية من الاسبوع الماضي انه الاردن عم تمشي حسب الطقس الشرقي في الاحتفال بعيد القيامة. فاحنا موحدين هون الاعياد ان شاء الله، من واحد الاعياد بكل الدول المسيحيه، لكن او من يؤمنون بالسيد المسيح، لكن راح يكون في فرق الفتره هذه تقريبا 4 اسابيع او 5 اسابيع. بالنسبه للي بيحتفلوا بيوم الاحد بعيد الشعنين، بنتمنى لهم عيد مبارك كان، وهذا الزمن زمن الالام وزمن الاسبوع المقدس يكون زمن توبة وخلاص لنفوس كثيرين من الذين يتبعون السيد المسيح. فبنتمنى هذا الزمن مبارك، ولحتى نصل إلى يوم الأحد اللي هو يوم القيامة ومجد ربنا، نعاينه ونشاهده ويشاهده جميع المؤمنين أيضا. فحديثنا اليوم عن موضوع الصلب والصليب، ولماذا كان موت السيد المسيح على الصليب، لماذا لما يكون بطريقة أخرى. طبعا في أبائنا الكهنة هم أدرى أو أحسن مني في الحديث عن هذا الموضوع. ممكن يكون هذا الموضوع موضوع لاهوتي يعني بحت، لكن سوف نجاوب على كل الأسئلة اللي وردتنا عن هذا الموضوع. ورح يكون معنا ضيوف أبونا فرح جازين والأخت مريانا وكيم من لبنان رهبان المخلصية، والأب فادي هلسيم من كنيسة الروم الأرثوذكس. بداية ومثل كل مرة رح تكون البداية ناخذ البركة وصلاة صباحية. أبونا جورج شرايحة تفضل. بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. يا صليب المجد جددنا وقومنا ومنحنا الخلاص الأبدي. يا صليب المجد اسحق تحت رسم علامتك جميع قوى إبليس. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك واحفظ جميع المختصين بك. ندعوك يا إلهنا في هذا الصباح أن تمنحنا الغلبة والقوة، وتطرد بصليبك عنا جميع الأوبئة والأمراض والأوجاع والآلام. منحنا قوة كي نحيا مسبحين وممجدين ومقدسين اسمك من الآن إلى الأبد. آمين. آمين. تسلم يا أبونا. طبعا بنحيي كل الأشخاص الموجودين معنا على المباشر، وأيضا اللي بعتوا لنا بصباحاتهم بنحب نذكرهم لأنهم بيتابعونا من الصبح وبيتابعوا حلقتنا، فنحن بنشكرهم جزيل الشكر لهذه المتابعة. وأيضا إحنا نهتم أنه ناخذ ملاحظاتهم ومتابعاتهم أسئلتهم إذا هن بحبوا يسألونا أي سؤال خاص بهذه الحلقة. فمنقول لشمك كيوركيس صباحك نور، وندى حداد، عليا مدنات، وجدان دبابنة، أبونا بطرس جنح صباحك مبارك يا أبونا، منار عماري من الكنترول، وجدان دبابنة صباح الخير، من بيده كل الخير، نور رب يسوع ينور حياتكم، فارس شمعون آمين، منير عديلي جنيني، وسهى سلفيتي، منى فخوري، وسامي كاكو، أسد برقان، وريمون تمارا خليفة، كمال سويس، وريمون تمارا خليفة بعت التحيات، وأسد برقان كل عام وأنتم بخير، نور نيكولاس غطاس، روز عبد ربه، وسهى السلفيتي، سامر قنصل، و
أمل السلمان، ريمون تمارة، أوكي، حنا صليبة، زغيب، هدول اللي هلا متابعينا، وفادي أم فادي حتر، إلين سماوي. يسعد صباح الجميع، نتمنى إن شاء الله يكون هذا اليوم مبارك عليكم جميعا، وأيضا مبارك على كل من يشاهدنا ويتابعنا لاحقا، إن كان من الأردن، من لبنان، من الدول العربية، أو حتى في دول الاغتراب. علقت السماعة على النظارة. هلا احنا عادة بكل برنامجنا دايما نسرد الأحداث اللي صارت خلال هذا الأسبوع. طبعا في أحداث مفرحة وأحداث محزنة، فعنا انتقل أحضان الآب السماوي خادم الرب القسيس فيكتور فيليب ناصر دياب، رحمة ونور عليه يا رب، مع الملائكة والقديسين، منعزيكم ونعزي أهله. بالنسبة لبطريركية القدس، اللاتين في القدس، وكل الكنائس الكاثوليكية عيدت عيد الشعانين يوم الأحد، نتمنى لهم عيد مبارك يا رب لنوصل لمجد القيامة. في تقارير كنيسة الأردن في أسبوع، في حلقات كنيستي كانت عن مدينة العقبة وكنيسة العقبة، وأيضا في رتبة الوصول إلى رتبة مارونية هناك، كان ناقلها أبونا أنطوان إدويه من حيي من الأراضي المقدسة ومن الكنيسة المارونية، من حييهم منقولهم شعنين مباركة، فهن عم ينقلوا القداس، ورح ينقلوا أيضا الاحتفالات من القدس للأسبوع المقدس على صفحتنا على نورسات الأردن. وأيضا هناك خبر جميل خاصة للمتحدثين في اللغة الإنجليزية لدول الاغتراب، إن كان بأوروبا وأمريكا، إنه صرنا نطلع نشرة الأردن في أسبوع باللغة الإنجليزية بتقديم السيد زيد عودة مشكور. ف بتشاهدوها ان شاء الله كل اسبوع، عم تطلع هلا حاليا نهار السبت، لكن مع برامج نورسات بنشوف متى سيثبت المواعيد تنطلع، لانه نورسات اصبحت في اللغة الانجليزية موجودة فضائيا واونلاين، نورسات انجلش، فبتقدروا تنزلوها من خلال الفضائية، و اللينك موجود على صفحتنا وعلى صفحة نورسات نتورك أيضا، فهناك نشر باللغة الإنجليزية، بتقدروا تشيروها لكل المتحدثين باللغة الإنجليزية علشان يتابعوا نشاطات كنيستهم الأم في الأراضي المقدسة في الأردن والعالم. أيضا هناك برنامج عن أخبار أخرى، تعميم من مجلس الكنائس بخصوص وباء كورونا، وتعليمات الكنيسة بخصوص الاحتفالات الكنسية، لأنه احنا في الأردن هون هلا صار في حظر على نهار الأحد والجمعة أيضا، فمسلمين ومسيحيين مسكرين مغلقين الكنائس والمساجد لحرصا على الناس من وباء كورونا، لأنه الأعداد وصلت هلا بشكل كبير وعالي. امبارح سجلنا تقريبا 8000 وتقريبا 97 حالة وفاة، 8000 إصابة و97 حالة وفاة، وهذا عدد كتير كبير عنا، فصار عنا نحن انتشار واسع لفيروس كورونا، فبنطلب ربنا يرحمنا برحمته ويزيل عنا هذا الوباء ويحمي كل عائلاتنا من هذا المرض المنتشر بشكل سريع، عشان هيك بنسميه وباء. فكل الأشخاص المريضين نتمنى لهم الشفاء، ومن ركضوا على رجاء القيامة الله يرحمهم، ونتمنى السلامة لكل الناس. في هناك أيضا مؤتمر افتراضي للتوحد، إعلان من سيدة السلام بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، فسيد السلام تطلب تدعو الجميع اللي بيحب يشارك في هذا المؤتمر. وأيضا هناك خبر آخر، جلالة الملك تم إعطائه، تم أنعم على ذوي شهداء
معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة، لأنه إحنا ب21/3 احتفلنا بعيد الأم وأيضا عيد الكرامة، وهذا عيد جدا وطني مهم عنا في الأردن. والخبر الجميل اللي رح ننهي فيه مخبيته. أخبارنا ومخبيته للآخر، اللي هو أحد أبناء نورسات، ممكن بتعرفوه، كان مخرج في نورسات عندنا في المكتب، اللي هو رائد حنا، دائما بتشوفوا بنشاطاتنا او بالافلام اللي بتصير في التقارير، تقارير كنيستي ايضا وتقارير اخرى كان يعملوها لسياحية. المخرج رائد حنا على الان اصبح كان شماس من سنتين، الشماس الابونا وابونا الشماس صفرونيوس حنا، ويوم الأحد سيما كاهنا على مذبح الرب للروم الأرثوذكس، وأصبح الأب صفرونيوس حنا. نتمنى له البركة والنعمة في خدمة مذبح الرب وخدمة الكنيسة وخدمة كلمته، وأيضا هو استلم ومستلم المركز الإعلامي الأرثوذكسي، وهو أحد أبناء النورسات، ولا زال كمان على تواصل مع النورسات في كل أخبارنا ومن خلال المركز الإعلامي. فنتمنى له يا رب خدمة مباركة، وألف ألف مبروك لك ولعائلتك وللخورية لانا اللاتي زوجتك وبنتك صوفيا أيضا حنا. نتمنى لكل عيلتك البركة، وفعلا بركة لما يكون في كاهن في العيلة فعلا. آمين. فألف مبروك يا أبونا صفرونيوس حنا، وإن شاء الله نستضيفه شي مرة، مع أنه ما بيحب هو بيحب دايما خلف الكاميرات دايما بيكون أو بالإخراج، لكن إن شاء الله نقنعه. إحنا كنا حابين نستضيفه اليوم لكن هو في خلوة روحية بعد الرسامة، فإن شاء الله الأيامات القادمة نقنعه يجي ونستضيفه ونحكي عن خبرته في كيف بهذا الكهنوت المبارك. فهذه اليوم أخبارنا، طبعا سنبقى على تواصل معكم خلال الأسبوع بنقل كل أحداث الكنسية بالصلوات والقداديس وأيضا بدرب الصليب، كل أسبوع سوف ننقله. الآن أبونا نعطيك المجال تحكي عن موضوعنا لهذا النهار، اللي هو كان فيه لما اخترنا نحن الموضوع، لماذا اختار السيد المسيح موت الصليب أو على الصليب، فكان في لغط إنه ما اختار واختار وما اختار وإلى آخره. فممكن تحكي لنا من هذا المنطلق إنه هو موضوع الاختيار مش يعني لائحة موجودة قدامه وضع إشارة حول الجواب الصحيح، اختار الرجم أم اختار الحرق أم اختار تاكلني الأسود أو اللي هي كانت طرق الموت اللي متبعة في آنذاك يعني بالعصر أو العهد الروماني. فتفضل أبونا موضوع اختيارنا للعنوان. مجددا أعزائي المشاهدين صباحكم نور، وأيضا نثني على كلام حضرة الدكتورة، وبنهني أخونا وزميلنا وصديقنا الأبونا صفرونيوس، نتمنى له خدمة روحية جزيلة النعم في حق الأرب. بالنسبة لموضوعنا موضوع الصليب بين الألم والمجد، لأنه هو عقوبة كانت بتلك الفترة، وهو يعني أشد أنواع الموت عذابا من حيث تصفية الدم، من حيث نقص الأكسجين، من حيث الناحية الفسيولوجية والبيولوجية، حسب الأطباء وحسب الاختصاصيين اللي عملوا كتب وأبحاث بخصوص هذا الموضوع، فكلهم أجمعوا على أنه أبشع وأكثر أنواع الموت عذابا قبل أن يحصل الإنسان على تسليم الروح. في الحقيقة دائما بنحكي أنه الصليب هو الوسيلة وليس الغاية. يعني يسوع المسيح ما إجى عشان ينصلب، ولكن بسابق العلم والدراية وحسب النبوءات الأنبياء وجميع رسل العهد القديم، نعم كان يعلم بالضبط، وكان هو تنبؤوا بموت السيد المسيح، وأيضا أخبر طبعا بإيحاء من الروح القدس أنه السيد المسيح سوف يصلب. نعم، وهو شخصيا يسوع المسيح أخبر
عن موته وعن قيامته أيضا. نعم وعندما قال لهم اهدموا هذا الهيكل وأنا أقيمه بعد 3 أيام، قالوا له سليمان وأجدادنا بنوه بمئات السنين والجهد، أبي 3 أيام أنت بدك تبنيه تهدم تهدم وتبنيه. تبنيه. وكان يقصد بيشرح الإنجيل وبيوضح ما خلانا أنه تحت لغز أو تحت تفكير كثير، بيجيبنا الإنجيل وكان يتنبأ عن قيامته من بين الأموات. فموضوع الصليب زي ما حكينا هو كان أقصى أنواع العقوبات السائدة في العهد القديم، واللاهوتيين بفسروا بيحكوا أنه غلب الموت بالموت، فما كان ينفع أنه يموت ميتة البيولوجية الطبيعية بعد مرض أو بعد حادث عرضي، لأنه الهدف كان هو أن يغلب الموت. ما سلطانك يا موت، نحكي بالتراتيل، لقد هزم الموت بالموت. المسيح قام بين الأموات بهذا المفهوم. إذا وأيضا نحب نميز بين مفهومين من الألم، الألم العبثي، الألم الناتج عن أخطائنا، عن عقوبتنا، مثل الصين اللي كانوا أخذوا نتيجة الصليب، كان نتيجة أخطائهم الشخصية. أما يسوع المسيح شابه الإنسان في كل شيء، كان إنسان كامل، شابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة، فهو لم يصلب لأجل خطيئة ما قد ارتكبها، ولكن لأجل خطايا كل العالم. فلأجل خطايا كل العالم بده يكون العقاب هالقد كبير. نعم لذلك بنشوف يسوع المسيح ببستان الزيتون في هذه المناجاة، في هذه الصلاة التي نتج عنها أنه كان يتعرق دما دما دما. شوف قديش كان صعوبة الناسوت يسوع المسيح في تلك اللحظات، قديش كانت معاناة الناسوت في حياة يسوع المسيح. إن أمكن أن تبعد هذا الكأس عني، ولكن لتكن مشيئتك. وكانت وتمت مشيئة الله. إذا إحنا بنحكي إنه هو ما اختار الصليب من حيث إنه زي ما تفضلتي، مش انه نقى ما بين يعني خيارات متعددة. خيارات متعددة انه نقى انه اوكي بالضبط، لا بموت على الصليب، لا هو لا شك هو انه مشيئة الله، مشيئة الله وعلمه السابق انه بالضبط سوف يتم موضوع الصلب على بالضبط، الصليب. مشيئة الله تحققت، مشيئة الله بأقصى أنواع عقوبة للموت في تلك الفترة الفترة السائدة السائدة التي كانت. يعني مثلا اذا بدنا نعدد ابونا بفترة السائدة إيش كانت أنواع الموت؟ نعم إما بالقتل بالسيف أو الحرق، أو إنه كانوا يحطوهم بساحات هذول الرومان ويهجموا عليهم الأسود، يفلتوا عليهم الأسود. هذا كان العذاب العهد الروماني، أو إنه مثلا الصليب، نعم يتم الصلب هو على بالحقيقة الصليب. نعم وكان الصلب يعني ملعون من كان من علق يصلب، على نعم من نعم علق على على صليب خشبة على خشبة، أو الجلد حتى الموت كان نعم ممكن، أو الرجم، الرجم بالحجارة حتى الموت. فما يعني ما تم موت السيد المسيح ولا بواحدة من هذه الطرق. اليهود اختاروا أقصى أنواع العذاب للسيد المسيح وقالوا فليصلب، اصلبه اصلبه. نعم فهو ما اختارش طريقة انه نقول هو نقى اختار، لكن بعلمه السابق انه سوف يصلب، لانه السيد المسيح هو اله يعلم مسبقا ماذا سيحدث في المستقبل. وان كانوا الانبياء تنبؤوا، لانه بيقولوا لنا انه الانبياء تنبؤوا، اذا هو جاي ينصلب يعني عارف انه شو طريقة الهاي، هو بعلمه السابق طبعا، لانه السيد المسيح ربنا بيعرف المستقبل. نعم هي لكن المدينة هو ما نعم كانش الاختيار، هو الاختيار وقع انه من البشر، البشر هن اللي اختاروا طريقة الموت وهو قبل نعم. في هذا هلا الاختيار. دكتورة في الحقيقة كان الشعب اليهودي في تلك الفترة، أبان حضور السيد المسيح في تلك الفترة، كانوا مواطنين من الدرجة الثانية، حتى مش مواطنين اليهود، وكانوا يعتبروا نفسهم خاضعين للاستعمار الإمبراطور الإمبراطورية الرومانية الرومانية. نعم لذلك لم يكن لهم سلطانا ولا على المسيح ولا على غيره، لذلك تقدموا بالشكوى إلى الوالي بيلاطس نعم طالبين أن يصلب. قال لهم لأي علة فعلها؟ يعني أنا مش نعم شايف إشي عمله هالزلمة هذا مشان أنتم هالقد. أقول لكم الدنيا عيد وبدي أعطيكم هالمعايدة كل سنة، أنا متعود إنه إيش أعطيكم، أطلق لكم واحد في هذه المناسبة بعيد ميلادي وبالمناسبات هاي، فخلص طلعوا لنا إياه عفوا أطلع لكم إياهم. وقالوا لا،
طلع لنا برقب برقبة كان هذاك مجرم يعني هداك. بالضبط السياسي على ما يبدو، وكان يعني له حراك قوي ضد الدولة وكذا وهيك. فقالوا لا، صمموا على ذلك. فكر بيلاطس و يعني يوصف النص الإنجيلي الحيرة والدهش اللتين وقع فيهما الحاكم بيلاطس. فدخل إلى زوجته وخرج إلى قاعة الولاية، فات وطلع فات وطلع متلبك الزلمة. نعم فقالت له مرته: مشان الله أنا حلمت حلم مش نعم منيح فيك، في دم وبهيك، ما يحسب عليك دم واحد فينا بولادنا، مشان نعم الله يا بيلاطس. نعم طلع بيلاطس قال لهم: يا جماعة هذا الزلمة أنا مو شايف إله العلة، تعال أتعلم يا شو اسمك يسوع، هو كيف يعني ملك عم بيحكي مع واحد شخص عادي يعني بيحكي نعم بتكبر معه. قال له: انت بتعرف انه انا لي سلطانا الان ان اصلبك ولي سلطان ان اطلقك؟ قال له: لو نعم لم يعطى لك السلطان من فوق يعني انها راح تتم مشيئة ربنا فيك وبلا. قال له: طيب بيحكوا انه انت بدك تاخذ محل قيصر، انت جاي تحتل مكان الامبراطوري، بدك تصير ملك علينا، انت ملك؟ قال له: انت قلت. فقال: خلص بدي يجي محل قيصر، خلص اقول لكم مشان اطلع من خطيئته انا، هات غسل المي، ايديه. غسل ايديه منه، وقال ما راح نطبق عليه القانون الروماني، انتوا عندكم شو بيساووا بالمهد، خذوه انتوا اصلبوه. اعطاهم من الجيش والجنود مشان يغطوا لها، وكتب على الصليب ملك نعم اليهود. لذلك حتى بيلاطس ملك اليهود. بعظمته نعم وسفاح كان، وكان يعني فارس من الفرسان اللي يعني بخوفه. بيلاطس كان والي مش سهل، يعني الإعدام عنده زي جرة القلم بسهولة. وتعرف كيف في هذيك الفترة كان القتال بالسيف، وفي في بشاعة وفي عنف بتلك سيطرة الجيوش الرومانية. ومع كل ذلك خشي وخاف، ومن زوجته ومن المجتمع ومن كذا، وتمت لتكن مشيئتك مشيئة الله. يا نعم رب. فاختار هذا الجسر العابر ما بين عالم السماء وعالم الأرض، يعني لابد أن يكون اللي يخلص هو في البعد الإلهي وبنفس البعد البشري، لاهوت وناسوت، كي يستطيع أن يصالح اللاهوت مع بشريتنا. لابد من هذا المولود غير المخلوق، من هذا الكلمة الذي به تم كل شيء، والذي خلق به الله قبل البدء نعم كل شيء. نعم فالبعد الفلسفي اللاهوتي بالصليب، لأنه غلب الموت بالماكسيموم، لأعلى أنواع الموت المتوفر موجود. لهكذا حب إلى الصليب. لو بقي يسوع المسيح يحكي لتلاميذه عن الحب والمحبة وكل المبادئ اللي حكاها، وما قدم هذا عمل الفداء، بظل حكي نعم بدك اليوم بدك اليوم، ما يثبت لمحبتنا لبعضنا البعض، حتى بعلاقاتنا العاطفية مع بعضنا البعض. إذا بتطلع كلمة بحبك بحبك بحبك، نعم وما في على أرض الواقع، بيكتشف الشخص إنه هذا مجرد كلام. وفي وقت الشدة، وفي وقت الضعف، وفي وقت حاجتي للآخر، إذا أنا ما لقيته هالشخص حدي، إذا ما لقيته أنا بيعطيني هالحب ومستعد أن يضحي بكل شيء حتى بحياته، يعني يكون محبة ناقصة، وتكون مثل الفريسيين يقولون ما لا يفعلون. نعم أبونا، في يعني إجتنا كثير من المشاهدين والمتابعين يعني تعليقات وأيضا ملاحظات ومداخلات أيضا على هذا الموضوع، فبنذكر مداخلة أبونا سامر حداد مشكور، بيقول: في موضوع الصليب دائما نبرز الألم، لكن بالصليب نظهر الحب الكبير وراء موت الصليب. فيسوع لم يتألم من موت الصليب بقدر الألم من رفض الحب، فهو رفض حب الناس لإله، وقديش قدم لهم الحب، قديش قدم لهم حتى كمان انه اطعم الجياع، شفى العميان والبرص، واقام الموتى، وكل هذا اللي عملوه في وقت عيد الشعنية اللي عم نحتفل فيه، احتفلنا فيه قبل كم من يوم. طلع مثل ملك، دخل اورشليم وصارت الناس تهتف له بعد كل هذا الشيء اللي انعمل. يعني حتى يعني الشعب اليهودي في عدم إظهارهم لهذا الحب وقت ما تم تسليم السيد المسيح للعذاب، فرفض الحب كان هو ألم السيد المسيح.
نعم، لا، هم نفسهم اللي فكان استقبلوه، هو هم اللي طاروا أكبر الصلب. من الصلب، ومع هذا وهو على الصليب غفر كل زلاتنا، لأنه عم بقول إنه بالصليب تغفر كل الزلات اللي كانت واللي جاية. طبعا للمؤمنين بطلب احنا بنحكي التوبة بطلب التوبة، طبعا، لأنه في ناس كتير بتقول لك أنا مغفورة لي خطاياي أسوي على اللي بدي مدى إياه. الدهر. لا، لمن يطلب التوبة، لأنه طبعا احنا حكينا من الأسبوع الماضي في حلقتنا الأسبوع الماضي إنه من يتوب عن خطايا، إنه الخطية حاصلة لكل إنسان، احنا بشر نخطئ، لكن من يطلب التوبة ينال الغفران، لأنه يسوع مات وغفر كل زلاتنا السابقة اللي كانت وقت آدم وحواء، وأيضا كل ما خطايانا اللي بنعملها بعدين. إلى منتهى الدهر. هلا أبونا، إحنا بين ما يحضروا اتصال أبونا فرح شباب، تحضروا لنا أبونا فرح على الهاتف. أبونا، عم بقول الموضوع الصليب، اختيار الصليب أيضا في حكمة. يعني لو اختاروا مثلا طريقة الرجم أو طريقة السيف، يقطع الرأس بالسيف أو المصقل اللي كانوا بزمانات، أنه صفى سيد المسيح بلا رأسه زي لرأس يوحنا الكنيسة، المعمدان، هو رأس الكنيسة، فصعب كتير أنه سيد المسيح يتم قتله أو فداء في البشرية تفسير بهذه، لاهوتي نعم، للموضوع هذا. لهذا الموضوع. زائد الحرق، يعني أنه يتم حرقه لأنه بده يتمجد في قيامة، والتمجد في قيامة بجسد كامل لم يكسر له عظم حتى، يعني حتى بطريقة الرجم أنه أساس أنه ما يتكسروا عظامه، لا، السيد المسيح ضلوا عظامه صاغ سليم عشان لما يتمجد نعم، في القيامة يقوم بجسد كامل. يعني هدول اللاهوتيين عم بيفسروا أنه الصليب كان فيه من وراءه حكمة لاختيار موضوع نعم. الصليب. وفي حكمة ثانية لاهوتية دكتورة كمان، إنه من خشبة، من الخشب، من الشجر، والشجر من شجرة آدم وحواء، نعم، يعني يعني هذه كمان في كمان تفسير. وأيضا إنه مثلا إنه الأسود تاكله، يعني يصير في بطن الأسد جسده، يعني إنه تاكله الأسود، يعني مش طريقة إنه يتم الفداء عن طريق إنه أسود تأكله. وأيضا في أي طرق أخرى حكيناها غير هاي الطرق اللي كانوا يستعملوها، اللي هو المقصلة، قطع الرأس، الرجم، تكسير العظام، الحرق، أو كان في أكل وائد، الأسود. فكان الوائد، فك الوائد كمان نعم ينحفروا ويردموا نعم فيه. فكان الصلب، عشان هيك كان أقصى أنواع العذاب هو الصلب، لكن لتكون علامة الصلب والصليب هي إشارة المسيحي وهي المؤمن السيد شجرة المسيح، آدم الجديد. شجرة آدم. نعم، فإحنا بدناش نتأخر على أبونا فرح حجازين. صباحك نور يا أبونا، ألو، صباحك نور أبونا، صباح الأنوار بالحلوين، كيف حالك؟ يسعدك تمام، يا الله، الحمد لله بخير. الله يسعدك، تسلم يا أبونا. أبونا فرح الجازي، بنرجع بنذكر، هو كاهن بالبطريركية اللاتينية، وأيضا في رعية أرميمين في الأردن، ودائما هو معنا، لأنه إنسان محب وإنسان مليء بنعمة ربنا بما يتكلم ويتفوه به. فأبونا، نحن شاكرين يعني تواصلك والتزامك معنا في الحديث بالمواضيع اللاهوتية اللي بنحكي فيها، وأنت الأدرى. تفضل أبونا. تفضل أبونا. شكرا لكم. كأنه مش و سامعني لا أبونا. بطول. الصوت، أوكي، تفضل شكرا أبونا لكم، معنا، شكرا لماذا لكم. الصليب يا ما أبونا؟ أحلى أن الإنسان يتكلم بافتخار عن صليب السيد المسيح، كما يقول قديس بولس: نعم، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. حديثنا راح يكون عن الصليب والمصلوب، سواء كان بالكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد، وايضا بخصوص ما هو صليب المسيح او صليب العالم. يقول السيد المسيح في انجيل القديس متى: احملوا نيري وتتلمذوا لي تجدوا الراحه لنفوسكم، لان نيري لطيف وحملي خفيف. نعم. من اراد ان يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من لم يحمل صليبه ويتبعني لا يستطيع ان يكون لي تلميذا. ان التلميذ ليس افضل من معلم. فاذا كان المسيح نفسه قد حمل صليبه، فكم بالأحرى يجب علينا نحن المسيحيين أن نحمل صليبنا على مثال السيد المسيح وعلى مثال أمه العذراء، دون تذمر أو يأس أو تمرد على الله. يدعو السيد المسيح تلميذه إلى حمل صليبه بدلا من حمل صليب العالم.
فإنه لا بد للإنسان من أن يحمل صليبا في هذه الدنيا، إما صليب المسيح وإما صليب العالم. وعندما يدعون السيد المسيح إلى حمل صليبه ويقول عنه خفيف، فهو لا يخدعنا، وليس من عادة المسيح أن يخدع أتباعه، إنما يؤكد بطريقة غير مباشرة أن حمل العالم أثقل. وسوف نرى في حديثنا ثلاث نقاط: أولا، الصليب في الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد، ثانيا، ما هو حمل المسيح الخفيف، وثالثا، ما هو حمل العالم الثقيل. الصليب في الكتاب المقدس، أولا في العهد القديم، الصليب المقدس هو محور ديانتنا المسيحية، إذ عليه ترتكز عملية الفداء، وبدونه لا فداء للبشرية. فمنذ العهد القديم والله يهيئ الناس لقبول هذا الحدث، أي موت المسيح على الصليب. ففي العهد القديم هناك الكثير من الأحداث التي شاءها الله لكي ترمز لهذا الحدث، والتي لا نستطيع فهمها إلا على نور الصليب. يوسف الذي خانه وباعه إخوته لتجار مصر يرمز السيد المسيح الذي باعه يهوذا وخانه تلاميذه. تقدمة إبراهيم لإسحاق ترمز لتقدمة الآب للسيد المسيح على الصليب. الحية النحاسية التي أقامها موسى في صحراء سيناء ترمز لصليب السيد المسيح. قال السيد المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية، كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لينال به الحياة الأبدية من يؤمن. ويونان النبي في بطن الحوت مدة 3 أيام رمز للمسيح الموضوع في القبر 3 أيام. وقال السيد المسيح: كما أن يونان النبي بقي في بطن الحوت 3 أيام وثلاث ليالي، هكذا يبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. الصليب في العهد الجديد، تكلم المسيح بصراحة لتلاميذه أنه آت لكي يتألم ويصلب فداء عن البشر. قال يسوع مخاطبا اليهود: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأيضا إذا رفعت من هذه الأرض جذبت إلي الجميع. والآيات اللي شفناها قبل قليل: كما رفع موسى الحية وكما بقي يونان في بطن الحوت. حبة الحنطة، شبه نفسه السيد المسيح بحبة الحنطة التي إن لم تقع في الأرض وتمت بقيت وحدها، وإذا ماتت أخرجت حبا كثيرا. وأيضا قال يسوع لتلاميذه: إننا لصاعدون إلى أورشليم، وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة، يحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الوثنيين ليسخروا منه ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. النقطة الثانية: ما هو حمل المسيح الخفيف؟ يقول السيد المسيح: احملوا نيري، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. إن النير المسيح أيها الأخوة هو أولا نير المحبة، ونير المحبة سيبقى خفيفا حتى وإن تألم الإنسان بسبب هذه المحبة. لا بل ما أجمل الألم من أجل المحبوب، لا بل من علامات المحبة الألم والعذاب حتى الموت. ألم يقل لنا السيد المسيح: ليس من حب أعظم من حب أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه؟ وأما القديس أغسطينوس فيؤكد أيضا: حيث المحبة فلا وجود للألم، لا بل يصبح الألم محبة، حيث المحبة فليس هناك من تعب، وإذا وجد التعب فالتعب محبة. إن الأم أيها الإخوة تتألم وهي تسهر الليالي بجانب ابنها المريض، ولكن ما أخف هذه الألام على قلبها كأن فيها شفاء لابنها. إذا نير المسيح هو المحبة، نير المسيح هو التسامح، والتسامح أخف وطأة على قلب الإنسان من الحقد والكراهية والانتقام. فالمتسامح مرتاح والحقود تعبان. نير المسيح أيضا هو نير الخدمة، والخدمة مصدر السعادة وفرح في قلب الإنسان، بينما الأنانية لا تولد إلى القساوة والاضطراب في قلب الإنسان. أيها الإخوة، إن نير المسيح الذي هو نير محبة وتسامح وخدمة ليس فقط هو خفيف في هذه الدنيا، بل هو مصدر سعادة أبدية للإنسان. فالسماء هي للمحب والمتسامح والخدوم. إني أحسب أن ألام هذا الدهر لا تقاس من أجل منه عن التجلتين، يقول القديس بولس. إذا ما يحمل نير المسيح يجد الراحة لنفسه في هذه الدنيا وفي الآخرة. احملوا نيري وتجد الراحة لنفوسكم، هي نصيحة لكم من المسيح، فاعملوا بها فلن تندموا أبدا. النقطة الثالثة: ما هو حمل العالم الثقيل؟ ثقيل في هذه الدنيا وفي الآخرة. في هذه الدنيا
لا سلام للمنافق، لا سلام للحقود في قلبه، لا سلام للأناني في حياته. نيض العالم أيها الإخوة هو عكس ما ذكرنا، عكس المحبة الحقد، عكس التسامح الانتقام، عكس الخدمة الأنانية. وهذه الأمور الثلاثة الحقد والانتقام والأنانية لا يمكن أن تكون مصدر سعادة وراحة لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. كيف للحقود أن يعرف الراحة وهو يسعى ليل نهار في معاداة الناس؟ كيف للمنتقم أن يعرف السلام وهو يسعى ليل نهار في الانتقام؟ كيف للأناني أن يعرف السعادة وهو يسعى ليل نهار في إشباع طموحاته الذاتية؟ إن مثل هذا الإنسان إن مثل هذا الإنسان لم يعرف السعادة. هل عرف قايل السعادة بعد أن حسد أخاه أبيل وأدى به الحسد إلى قتل أخيه؟ هل عرف إخوة يوسف بن يعقوب السعادة عندما انتقموا من أخيهم يوسف وباعوه إلى التجار وهم في طريقهم إلى مصر؟ هل عرف هيرودس السلام عندما تلبية لشهوته ورغبة هيروديا وضع يوحنا في السجن ثم قتله؟ وهل يعرف السعادة في هذه الدنيا من يسير وراء هذه الأمثلة الثلاثة؟ فإذا كنت أيها المسيحي لم تعرف السعادة بعد في قلبك فلربما لأنك من أحد الفئات الثلاثة السابقة. انتقل بنعمة المسيح إلى عكس ما أنت عليه، احمل نير المسيح عندها تشعر بالسعادة. لا غرابة في كوننا خاطئين، ولكن العار وكل العار الشر وكل الشر في كوننا غير تائبين. إن حملة نير العالم لن يعرف الراحة ليس فقط في هذه الدنيا بل أيضا في الآخرة، لأنه لا مكان في السماء للحقود حيث المحبة، ولا للمنتقم حيث التسامح، ولا للأناني حيث البذل والعطاء. فسكان السماء هم الأشخاص الذين عاشوا المحبة والتسامح والبذل والخدمة. خاتمة، أنهي كلمتي بإعادة قول المسيح المعزي: تعالوا إلي جميعا. نعم المسيح لا يستثني أحدا. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون والمثقلون وأنا أريحكم، احملوا نيري وتتلمذوني تجدوا الراحة نفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. فلا نهمل الصليب في حياتنا لئلا نسمع كلمات العتاب هذه: أنا النور فلم تبصرني، أنا الطريق ولم تتبعني، أنا الحق ولم تصدقني، أنا الحياة ولم تلتمسني، أنا سيدك فلم تطعني، أنا إلهك ولم تعبدني، فإذا شقيت فلا تلمني. هذا كل شيء بالنسبة للحديث عن الصليب. أعطيك ألف عافية أبونا. أعطيك العافية أبونا. شكرا لإلك وشكرا للاستزادة، شكرا إلك أبونا. صباحك نور. شكرا لكم، وإن شاء الله صليب المسيح اللي حمل المسيح بيحملنا نحن أيضا من الخطيئة إلى النعمة، من الظلمة إلى النور، من الحياة الثانية إلى الحياة الأبدية السعيدة. آمين آمين يا أبونا. صلي لنا. الله يخليك. الآن عبين ما نشوف الاتصال مع الرهبة مريانة واكيم من لبنان، أو إذا كانت جاهزة الاتصال شباب أو الأب فادي هلسة، نعطي الاتصالات قبل ما نحن رح مستمرين معكم للساعة 10 صباحا، وسنستمر على صفحتنا على فيسبوك للعشرة ونصف. ومنحيي كل الأشخاص الموجودين معنا على البث المباشر أو على صفحتنا نورسات جوردان، خليل الأسطى وعبد النصير ناصي وأغسطينوس لورانس ولبنى هيثم وأيهم دبابنة، وأيضا كل اللي بيبعتوا لنا عن مداخلاتهم: خليل الأسطى الحي النحاسي، رفعت في البرية، جنوب البتراء، و في مادبه هو جنوب الأردن جنوب الأردن لك البتراء، في مونت نيبو، أن الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المؤمنون فهو قوة إله الخلاص لكل من يؤمن. آمين. وأيضا هناك في إلين سماوي بتقولنا: أنا بشاهدكم من أمريكا من شيكاغو، بتابعكم، أهلا وسهلا فيكي وكل أصدقائنا بالولايات المتحدة. فيصل الفاروق: صباحكم نور. وفراس ابن العنتابي ومها ايبف و
منى ابراهيم ومين كمان عندنا؟ سمير زيرو. عم بيقولوا لنا ليش ما حكيتوا اسمي؟ ليش ما حكيتوا لنا اسامينا عند الصباحات؟ طبعا كل الاشخاص اللي بيتابعونا على المباشر يعني بنحب نحكي معاكم واحد واحد ونسمي اساميكم. احنا جدا فيلومين نصارى عم الاخت فيلومين كمان صباح النعمه والبركات بمداخلاتها الجميله دائما بتعطينا الاستساتة. المقصود بالصليب ليس الخشب انما المصلوب نفسه فعلا، والمسيح الذي نذر نفسه فداء بموته على الصليب هو اقصى انواع العذاب والاهانه. طبعا كتبت لنا المداخله، شكرا لك ولمتابعتك اخت فيلمن. حسان حداد، حسام حداد ايضا، يسعد صباحك. وجباره جميل جدال، صباحكم نور وربنا صيام مبارك للجميع. ونتمنى انه حلقتنا تنال كمان انه تستمتعوا فيها، بالاضافة انها تكون توعية و توعية واستفادة كمان استفادة لكم. معنا الرهب الان مريانا وكيم، وهي من الرهبنة المخلصية من لبنان. ف سيستر مريان صباح الخير. صباح النور. بونجور يا مسير. بونجور يا مسير. بونجور ابونا. يسعد قلبك يا ربي. كيفكم؟ احنا شاكرين كثير هذه المداخله من حضرتك، واحنا سلامنا لجميع اللبنانيين، وان شاء الله يا ربي هالجائحه وهالازمه اللي مريتوا فيها وعم بتمروا فيها انها يا ربي تنفرج عليكم، وايضا انتم اقوياء في المسيح دائما. ان شاء الله تكون هيدا مع طريق سوف الالم نوصل للقيامه ان شاء الله يا رب. سيستر، نحن بالنسبة لموضوعنا اليوم عن الصليب ولماذا الصليب، نعم، فتفضلي سيستر. اوكي، شكرا كثير لكم. اول شيء انا رح يتمحور شوي المداخلة تبعي عنه. اول شيء رح احكي شوي لمحة سريعة ما هو الصليب، لماذا المسيح اختار الصليب، ما كان في طريقة تانية ممكن يختاره، وبعتقد حكيت شوي ببداية البرنامج عن هالموضوع. نعم. لأنه ننطلق بعدين لنوصل أنه من صليب المسيح يلي هو صليب الأمل ليصير عنا هو طريق من صليب الألم لطريق أمل ومجد. نعم. ورجاء أكيد. نعم. مع قيامة المسيح. نعم. رح نبلش شوي بلمحة تاريخية. أول شيء معنى الصليب الأساسي هو كان أكيد وسيلة للموت. نعم. قبل الرومان كان يستخدموه الفينيقيين، وأيضا في بلاد فارس من القرن السادس من قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي، بعدين انتقل للإمبراطورية الرومانية الذي أصبح أداة تنفيذ حكم الإعدام بالموت. وكان من أكثر الطرق تعذيبا وألما، لأنه كان الواحد ليموت بيختنق، يعني بيموت خنق. كان أكيد في عدة طرق، يا أما بيربطوه بالحبل أو بيدقوه بالمسامير. كان المسامير بعد للمجرمين الأكثر والمتمردين على الإمبراطورية الرومانية، يعني كان بعد عقوبة أكثر من أنه بس ربط بالحبل. نعم. فبقي هيدا الطريقة بالصلب لعدة قرون بعدين، حتى الفينيقيين سوري حتى المصريين استعملوها. ومنلاقي بسفر التكوين في لمحة بسيطة بيطلب فرعون من انه يعلقوا على الخشبة كل الاشخاص يلي كانوا ضده لفرعون لتجي الطيور تأكل لحمهم، فكمان استعملوها. نعم. اما مع المسيح اكيد صار له معنى مختلف للصليب. طب ليه اختار المسيح الصليب ما اختار شيء ثاني؟ وهل يا ترى مظبوط المسيح هو يلي اختار الصليب؟ هلا اول شيء يلي بنقدر نقوله انه المسيح اختار هو هبه الذات الكامله غير المشروطه للانسان ولا البشريه. هيدا الهبة مرتبطة منذ خلق الإنسان، لأنه الله خلق الإنسان حبا له، ورجع عاد هيدا الخلق بالفداء كمان أيضا حبا له. فهيدا الهبة الكاملة التي هي التسليم الكلي هي اللي وصلته لأنه يدوق أبشع أنواع العذاب وأقصى أنواع الموت، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
فهذا التسليم أول شيء كان يسلم من قبل الآب حبا بنا ولأجل خلاصنا، وثاني شيء هو الابن يسلم نفسه بحرية في بستان الزيتون وقت اللي بيقول بين يديك استودع روحي أو أسلم روحي. هيدا هنن هاو التسليمين هنن أساس كل العملية. بعدين بيجي عنا تسليم يهوذا والرومان وهيك، لأنه لو ما بالأصل هو سلم ذاته ما كان إجا لعنا، ما كان صار في عنا بعدين تسليم يهوذا والرومان وبيلاطس والخيانة كلها. فالتسليم الأساسي هو حب الله للإنسان، وهيدا الشيء اللي بيعبر عنه القديس بولس بيقلنا أحبني برسالة لأهل غلاطيا، أحبني ووهب ذاته لأجلي. أكيد المسيح ما كان الهدف منه الألم، ما كان عم يدور على الألم، بل عن هيدا المحبة، المحبة يلي غير محدودة. وصلته للموت على الصليب، لأنه أول شيء إذا بدنا نرجع شوي، الصليب كما رفع موسى الحية في البرية كذلك يرفع ابن الإنسان. متى ما رفع على الصليب جذبت إلي كثيرين. فبلش هون شوي شوي هيدا الطريق الألم يلي مشي من وقت ما فات بأورشليم، يلي بلشت من يومين الدخول لأورشليم. نعم. استمر معه لوصله لأقصى هيدي الدرجات. نعم. فهيدي المسيرة، مسيرة ألام يسوع، كانت مسيرة صامتة. في خضم ألامه الصامت بيّن لنا هيدي الحقيقة الكبرى، وهي محبة الله العظمى لنا نحن البشر، محبة الابن الذي ارتضى أن يضحي بنفسه من أجلنا. فصار هيدا الألم هو النار التي تنقي النفس وتجعلها مستعدة للحب لحتى يضحي من أجل الآخر. من هون منفهم شوي كلام يسوع اللي بيقلنا لم آتي لألقي على الأرض سلاما بل نارا. إذا فينا نعطيها معنى لهيدا النار، هي نار المحبة المتألمة يلي عم تطهر النفس كرماء وتجددها بالتضحية من أجل الآخرين. فكانت مسيرة ألام ربنا يسوع المسيح هي مسيرة ألم بيعيشها كل الإنسان، كل إنسان بهيدا العالم، مع إخوته البشر، مع المجتمع يلي بيعيش فيه، مع البلد. فهي مسيرة ألم تكون مسيرة على مثال مسيرة ألام ربنا يسوع المسيح، لنقدر نوصل لنسمع صوت الآب عم بيقلنا مثل ما قال له ليسوع المسيح وقت اللي بيقول ها قد أتت الساعة، بيقول له قد مجدت وسأمجد أيضا. لنقدر نوصل لهيدا المجد مع يسوع المسيح. بكل مسيرته ليسوع كذا مرة، ثلاث مرات بيقول للتلاميذ عن الألام والموت. بالمرات الثلاثة كانوا يصدوه ويرفضوا. لا، بقيصرية فيليبوس أول مرة وتالي بيقول لهم، بيقول له بطرس حاشا لك أن يصيبك هذا، بيقول له اذهب عن اذهب خلفي يا شيطان، لأن أفكارك ليست من الله بل أفكار البشر. بثاني مرة بعد التجلي هن نازلين كمان بيقول لهم ما تخبروا حدا إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات، كمان ما فهموا هالموضوع. بآخر مرة بالطريق إلى أورشليم كان كمان ينبئ عن الألام والإهانات واللي بده يواجهها، فكمان رفضوا، بيقول له ابني زبدة أنه خلينا واحد يجلس عن يمينك وواحد عن شمالك في مجدك. كمان ما فهموا بعد شو هو الألم، كان بعدها بالنسبة لألون أنه هو ما رح يموت، ما رح يتألم، لأنه هو جاي حتى يكون معنا ويساعدنا ويغير لنا الواقع اللي نحن عايشين فيه. ساعتها بيوضح لهم أكثر يسوع، إذا بدنا نفوت بمنطق المجد، أنه المجد اللي رح نوصل له هو أكيد من طريق، من خلال طريق الألم. بيقول لهم متى رفعت من الأرض جذبت إلي الناس أجمعين. شو كان هيدا الرفع؟ أكيد هو رفع الصليب. نعم. هو طريق الصليب يعني كمان كان طريق للمجد، مش بس ليسوع المسيح، هو طريق المجد للمسيحيين أيضا، لأنه جذب له الكثيرين فمشوا نفس الطريق يلي مشي.
وهيدا يلي فهمه الرسول بولس بالرسالة الأولى لأهل كورنثوس، وقت اللي بيقلنا عن طريق المجد أو الصليب أنه هو قدرة الله وقوته، بيقول إن الصليب عند الجاهلين حماقة، أما عندنا نحن المؤمنين فهو قدرة الله وأيضا هو قوة الله. نعم. هيدا القدرة يلي أكيد كسرت شوكة الخطيئة وحطمت قوات الجحيم، فتحت أبواب السماء بوجه الإنسان، حولت كل شيء الإنسان بيلقى من دموع وألام إلى راحة وطمأنينة وغبطة، أكيد إذا الإنسان عرف يتقبلها ويتحد فيها مع ألام السيد المسيح. مثل ما بيقلنا، من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه. نعم، فليحمل صليبه كل يوم. روعة مسير، يعني رائع جدا ما أبدعتي فعلا. يعني ف نتمنى لكم انتوا عم هلا بتحتفلوا في اسبوع المقدس بهذا الزمن، ويوم الاحد القادم عيد القيامة، فبنتمنى لكم ان شاء الله اعياد مجيدة يا رب. مسير، وشكرا لك، وشكرا على هالمداخلة، وشكرا لمحبتك لنا، وان شاء الله بنضلنا على تواصل مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد حبيبتي. أكيد. تسلمي. شكرا لكم، وانا انبسطت على وجودكم على وجودي معكم. بحب بس اقرا كلمة صغيرة من كتاب الاقتضاء للمسيح اللي بيحكوا فيها عن الصليب، هيك جملتين لفتوني نظري. بيقلنا كتاب الاقتضاء بالمسيح: في الصليب نجد الخلاص، وفي الصليب الحياة. حلو. في الصليب الحصانة ضد الأعداء. حلو. في الصليب فيض العذوبات السماوية. في الصليب قوة النفس. في الصليب فرح الروح. في الصليب أسمى درجات الفضيلة. في الصليب كمال القداسة. لا خلاص للنفس ولا رجاء بالحياة الأبدية إلا بالصليب. خذ صليبك واتبع يسوع تدخل الحياة الأبدية. آمين. آمين يا مسيح. هيك منكون وصلنا للمجد مع يسوع المسيح القائم بين الأموات. شكرا لك، وصباحك نور يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا. باي باي. شكرا. الله معك. باي باي. حلو جدا. طولنا أبونا فادي هلسة هلا كمان، هلا بنتصل مع أبونا فادي هلسة قبل ما نقطع مع بيروت. شباب تحضروا لنا الاتصال مع أبونا فادي لو سمحتوا. حلو كتير التدرج اللي حكته سير مريانا، ويعني احنا شاكرين لها، فهي إنسانة كمان متكلمة وعقلانية وبتمنطق المنطق في موضوع الصليب ولماذا تم اختيار الصليب. فقبل ما ناخذ الاتصال مع ابونا فادي ان شاء الله انه كمان ما بنقطع البث قبل ما نكمل الفكره، فالا اذا بدنا نحطه لبعد القطع البث، بس لا ان شاء الله قبل ما ناخذ الاتصال ابونا. موضوع الصليب، يعني عم بقول انه تخيل انه كانت طريقه تانية غير الصلب، يعني مثلا الحرق، يعني ايش بده يكون في الرمزيه لموضوع الفداء اذا موضوع حرق، يعني نصير نحط هيك نار بالكنايس، او موضوع مثلا الاسود مثلا اذا كانت الاسود، يعني ايش نحط تمثيل اسود بالصلب. مجرد الفكره يعني غير مقبوله. الاتصال جاهز؟ طيب تمام. يسعد صباحك ابونا فادي هلسه. صباح الورد. احنا تأخرنا عليك بس سامحنا. صباحك نور يا ابونا. لا بسيطة بسيطة. الله يسعدك. احنا عبين ما نصير للساعة 10 ونقطع البث مع لبنان ابونا، فبنحب نسمع منك عن موضوع الصلب والصليب، فتفضل ابونا. يسعد صباحكم جميعا، وشكرا كثير على الاضافة. الله يسعدك. رح اتكلم عن الصليب وجوهر الصليب في حياة المؤمنين. نعم. وحياة الكهنة. نعم. اعتاد المسيحيين المؤمنين من بداية المسيحية على الوقوف والتأمل أمام الصليب، وكان من نتائج هذه التأملات على مر الزمن إنه الصليب في ألم وفي تعب
في إرهاق على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الجسدي. وكانت النتيجة أنه اعتبر المؤمنين المسيحيين كل حزن بمر فيه أو ألم أو نائبة، نائبة بقصد يعني مصيبة، أو أي ظرف قاسي بمر فيه هو صليب. نعم. يجدر في المؤمن أن يحمل هذا الصليب بإيمان وبصبر وباحتمال. المؤمنين والكهنة في بوتقة واحدة بيحسوا هاي الأحاسيس. نعم. شخص بتألم نتيجة مرض بقول لك بحمل صليبي، صليب الألم اللي هو من ترتيب ربنا، بحمله بصبر واحتمال، والأهم بلا تذمر، الأهم بلا تذمر، هاي بنركز عليها. فحملوا صليب الفقر، حملوا صليب الألم، حملوا صليب الحزن، حملوا صليب طريق الاستشهاد بالنسبة للشهداء، حملوا بصبر وباحتمال، وغالبا وغالبا حملوا بصمت. كل مؤمن وكل إنسان في هذه الحياة على مر الظروف بيحمل صليب، لكن طوبى للي بيحمل صليبه بلا تذمر وبيحتمل هذا الصليب. نعم. مع تقدم الزمن وزيادة التأملات حينما يقف المؤمن أمام الصليب ويتأمل ويغوص في التأمل، أيقن المؤمنين إنه وجه الصليب هو وجه ألم واحتمال الألم والحزن وما شابه، لكنهم على وجه الصليب الآخر في قيامه. صحيح في وجه ألم، لكن الوجه الثاني هو قيامه، هو انتصار، هو دوس على الشيطان، هو دوس حتى على الموت. نعم. لأنه المسيح قام من بين الأموات فولد إن الرجاء بالقيامة. نعم. هذا بالنسبة للمؤمنين. بالنسبة للكهنة، قد يحمل المؤمن العادي صليب واحد، لكن الكهنة، وأقصد الكهنة اللي بتفانوا في الخدمة، والكهنة اللي حاملين كهنوت الخدمة سواء للأسرار المقدسة أو لكلمة الرب المكتوبة في الكتاب المقدس، الكاهن قد يحمل أكثر من صليب. نعم. فالكاهن يحمل صليب ألم إذا حمله المؤمن العادي سنة أو سنتين أو ثلاثة، قد يحمل الكاهن صليب الألم طيلة حياته الكهنوتية. والألم اللي بيشعر فيه الكاهن على أنواع متعددة. من آلام الكاهن هو نظرته لأبنائه اللي يصروا على عدم التوبة وعدم ممارسة الأسرار المقدسة. يعني مثلا يتألم الكاهن لما بيعرف انه في مريض مشرف على الموت ويرفض زيارة الكاهن، هذا ألم يدخل ضمن صميم القلب. يتألم الكاهن
ويحزن لما بيروح على القداس في سواء يوم الأحد أو في بحر الأسبوع في مناسبة، وتكون الكنيسة شبه خاوية ما فيها ناس. يتألم الكاهن عندما يتصامم المؤمن عن سماع صوت جرس الكنيسة. كانوا إخواننا الكاثوليك زمان وإحنا صغار يقولوا جرس الكنيسة هذا صوت الملاك، بيدعونا إلى الوليمة السرية، يدعونا إلى عرس الحمل. الكاهن يضع الصليب أمام عينيه، نعم، أمام عيونه، سواء العين البشرية أو عين الإيمان. يقف الكاهن أمام الصليب المضاء أمامه شمعة أو قنديل زيت، نعم، ويتأمل في مسيرة هذه الحياة، فيشعر الكاهن بأنه مغزى الصليب، مغزى الصليب بده يحمل كله على كتفه، وهذا صليب مو بس ثقيل، هو صليب من فولاذ قد يكسر الكتف. بالروح يتأمل الكاهن في الصليب إنه هو بيشارك المؤمنين ألمهم، بيشارك الفقراء فقرهم، بيشارك المحزونين. قد الكاهن في موقف ما مؤلم أو محزن قد تنزل دموعه، لكن في المقابل ينظر الكاهن ويشعر بسلام لما يتذكر قول الرسول بولس بأنه إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. فهون بيستشعر الكاهن بقوة كبيرة تسند ضعفه البشري، يشعر الكاهن بقوة كبيرة تدفعه إلى الاستمرار في خط الخدمة اللي هو مؤتمن عليه. فالصليب ولو هو فخر المؤمنين، ولو إنه وضعوا الكهنة رؤساء الكهنة والبطاركة والملوك المسيحيين وضعوه على تيجانهم فوق تيجانهم، هو فخرنا واعتزازنا، لكن هو محور حياتنا كلها. نكرز بالمسيح مصلوبا، مش أم نكرز في المسيح صانع العجائب أو المسيح اللي أطعم الشيء من الشيء القليل أطعم جماهير من الناس. نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لأن الصليب هو قوة الله للخلاص. إذا شعر الكاهن إذا شعر الكاهن وطبعا الكاهن في النهاية هو بشر، هو إنسان، إذا امتلك الضعف البشري في يوم من الأيام، مار إلياس إليا الذي شعر بالضعف وشعر بالخوف هرب من وجه أخاب الملك كان يطلب حياته. موسى النبي شعر أيضا بالضعف من شدة تذمر الشعب عليه وهم تايهين في سيناء، يشعر الكاهن اليوم أيضا بالضعف، لكنه في المقابل ولو بيشعر في الضعف وقد يكون الضعف شديد، لكن في المقابل الكاهن يمتلك قوة حين ينظر بنظرة إيمانية عميقة نحو الصليب، فهي قوة الصليب تسند في ضعفه مهما كان، تسند في مرضه كإنسان، نعم، تسند في مقاومة الشر ومقاومة عدو الخير. هذا هو مغزى الصليب. وياريت ياريت ياريت أبائنا الكهنة ياخذوا هاي الكلمات، اللي فيهم مريض يتقوى، اللي فيهم متألم، نعم، بالصليب والمصلوب عليه يتحول هذا الألم إلى بركة، فقط
فقط في المسيح. في المسيح الألم اللي بيشعر فيه الإنسان يعتبر بركة وبيعبر عنها، بيقول يا رب اشركني ولو في جزء بسيط من آلامك اللي كابدتها على الصليب. هيك بنشعر في تعزية في ضعفنا، بنشعر في قوة في مرضنا، بنشعر في بركة في آلامنا بقوة الصليب اللي هو كان أداة موت، أداة إعدام، وأصبح في المسيح هو اللي يرتجف منه عدو الخير، أقصد إبليس أو الشيطان، هو المفتاح اللي فتح في الملكوت المغلق. إنه تحت قاعدة الصليب تجري مياه الغفران، تحت الصليب تتجلى كل النعم الإلهية اللي ربنا بيعطينا إياها مجانا وبدون أي مقابل. بس كل واحد فينا ينظر نحو الصليب بنظرة إيمانية عميقة، سوف يشعر بالتغيير الإيجابي، بتحويل الحزن إلى عزاء، بتحويل الألم إلى بركة، بتحويل المرض إلى 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 نعمة. فكل الأشياء مثل ما بحكي رسول بولس تعمل للخير للذين يحبون الله. نعم. أبونا العزيز، إذا بتسمح لي قدسك وحضرة الدكتورة أحكي شغلي شخصية هيك. أبونا الفاضل، لما أنا حبيت وحسيت في عندي دعوة للكهنوت واتصلت بحضرتك واحتضنتني، بتذكر أنت بتعلمني كيف الكاهن يحضر الذبيحة الإلهية، ولما وصلنا عند إن واحدا من الجندي طعنه بحربة وللوقت نزل ماء ودم، وجبت الحربة وفرجيتي، فكرت بنفسي. واليوم يعني من 20 سنة وهالسؤال بدي أسألك إياه، بس كنت أخجل أسألك إياه، واليوم على الهوى بدي أسألك إياه على, على الملأ. أبونا بكالوريوس كيمياء، أبونا أنت بتحضر بالكيمياء العناصر اللي بتتحول ماديتها وتنتقل من حالة إلى حالة، وهذا التحول السري. الأب فادي هلسة، كيف استطاع أن يفهم هذا اللاهوت التحول السري، وهو الذي يرى التحول الكيميائي بكل عناصره ودرسته في الجامعة؟ صعبت السؤال. لا نعم، الحكي هذا صحيح. كيف الأكسجين وهو غاز، والهيدروجين هو غاز أيضا، غازات غير مرئية، تمزجهم مع بعض في إناء، ترمي لك فيهم قطعة صغيرة بلاتين، بتشوف إنه كيف تتكون قطرات المي اللي هي لا تشبه الأكسجين ولا تشبه الهيدروجين في الصفات. إضافة إلى تفاعلات الكيميائية اللي بتطلع ألوان. الآن أحكي لك حقيقة. نعم. يعني برغم من مرور يعني 27 سنة من الخدمة، إلا أني في لحظة حلول الروح القدس يتحول الخبز إلى جسد الرب يسوع المسيح، والخمر الممزوج يتحول إلى دم الرب يسوع المسيح، هنا من خلفية علمية يعني يقف عقلي عن عظمة هذا السر اللي برضه هو نعمة أخذناها من الصليب. وفي النهاية بقدم هاي القدسات اللي أصبحت الآن أمامي حقيقة جوهرية ولكن غير منظورة، بقدمها للمؤمنين، بيحملوا بركة هاي القدسات وبيأخذوها على بيوتهم. طبعا كعقلية علمية واختصاص فعلا يعني أقف بذهول، أقف بصمت، وأقف بخوف، وأقف برعدة أيضا، وأشعر فعلا لما قال الآباء القديسين
بانه ولا واحد فينا مستحق انه ياخذ هذا السر، ولا واحد فينا الاجساد الترابيه تتحد بالجمره الالهيه وتدخل الى داخل اجسادنا واجسادنا لا تحترق، ولا واحد فينا لا كهنه ولا مؤمنين، لا حدا مستحق لهذا السر، ولكن تغطينا نعمه الروح القدس اللي في الوقت ذاته لما بينسكب على الخبز والخمر وبيتحول الى جسد ودم الرب ينسكب ايضا على الكاهن والشعب في هذه اللحظه ليجعلهم مستحقين ومستعدين لاقتبال هاي القدسات. لذلك اشعر فعلا بالرهبه، يعني بما تعلمته من علم الكيمياء وما عرفته عن قوة الله غير المنظورة اللي بحسب القديس غريغوريوس بالاماس بيعطينا إياها فتستنير نفوسنا بالنور الإلهي غير المخلوق وغير المنظور اللي هو نور الله، نور الثالوث القدوس اللي بينسكب في قلوبنا وبينعكس على وجوهنا. أحيانا بتميز الشخص المسيحي من لمعان وجهه بنور غير منظور، لكنك أنت المقابل تستطيع أن ترى هذا النور في وجه أي مؤمن سواء في الكنيسة أو في الشارع أو في مناسبة. الإنسان المؤمن المستنير ببين من وجهه بدون ما تسأله أنت مسيحي أو لا، ببين من وجهه، وهاي نعمة النور غير المنظور اللي بيعطينا إياها ربنا بحسب القديس غريغوريوس بالاماس. هي هذا النور اللي ما استطاع شعب إسرائيل القديم إنه يعينه في وجه موسى لما نزل من الجبل يحمل في يده لوحي الشريعة، لدرجة موسى إنه اضطر إنه يغطي وجهه في برقع حتى يخفف من توهج وجهه بنور الله غير المخلوق. الشعب المتذمر والشعب غير المؤمن والشعب اللي جرب ربنا أكثر من مرة نتيجة ما في قلبه لم يستطع أن يعاين هذا النور. وأيضا على جبل التجلي، على جبل التجلي أيضا ما استطاع التلاميذ إنهم يعينوا هذا النور، وهو فرجاهم جزء من مجده سقطوا على وجوههم مكبين بحكي لنا الإنجيل. لذلك حالة استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم الرب حالة توقف عقل الكاهن وهو ينظر، وهي معجزة، يعني معجزة لاهوتية بحتة، معجزة ربانية عم تحصل كل يوم على مذابح الرب إن كان من إيديكم أبونا يعني وأم قدام الناس. فهذه المعجزة هي عطية ربنا لإلنا لما على أساس إنه يكون حاضر معنا بجسده ودمه، لما قال إنه لن أترككم، فحضوره هذا بيعزينا إنه نحن مش متروكين لوحدنا في هذا العالم. وأيضا هذا أنتوا شيء ككهنة تشهدوا كل ما تقوموا بتقيمه قداسا، ففعلا هو فائق الطبيعة، فائق الإدراك البشري هذه المعجزة. فطوبى لمن يؤمن لم يرى ولم يعي. يعني أنت عم تحكي أبونا هو كيميائي وهو غير قادر على تفسير هذه المعجزة اللي منقول فائقة الطبيعة. سر عظيم. يا له سر النعمة، وهي في النهاية من أروع وأرقى وأجمل ثمار الصليب. اللي نلناها بوسط الصليب، هذا هو الإرث اللي أعطاني يا سيد المسيح واستمر لآلاف السنين. فمحنا بنشكرك يا أبونا على هالاستضافة، وشكرا لهالمداخلة، وأيضا على الكلام اللي العميق اللي تحدثت به وشاركتنا فيه وشاركت فيه المستمعين كمان، كان على صفحتنا وعلى تلفزيون نورسات. فمنحييك وإن شاء الله بلقاءات أخرى كمان مستمرة. شكرا جزيلا، وشاكر لكم وشاكر لقناة نورسات. الله يخليك، شكرا، يعطيك العافية. الله يبارك، صباحكم مبارك. شكرا يا أبونا. العفو العفو.
يعني في كتير أشخاص تابعوا أبونا فادي هلسة وهو من كهنة الروم الأرثوذكس بحديثه، وجدا حديث عميق يعني ولاهوت عميق. يعني احنا لما بنقول بنتحدث لاهوتيات أحيانا المستمع أو المؤمن كتير بيكون هيك شوي تقيل عليه اللاهوتية الحكي، فبس هو جابه بطريقة جدا سهلة وبين جمال معنى الصليب ولماذا كان هو الصليب. يعني ايش كان بده؟ بدكم اياه، بدكم اياه يعني اسد ولا نار ولا سيف يقطع رأس ولا يعني رجم بالحجارة لتكسير العظام؟ اختار اصعب انواع العذاب عشان بالنهاية يكون لنا الصليب اللي هو رمز فخر لإلنا نحمله على صدورنا، ونحمله الكاهن لما بده بكهنوته بحمل الصليب. يعني عم بفكر، يعني معلش أبونا ما تأخذني على التفكير البشري اللي ممكن يكون سخيف أحيانا، لكن هو مش إنه السخافة، لكن عم بتطلع بقول طب أوكي بدناش صليب، لأنه في ناس كتير بتقولك ليش كان الصليب، لأنه ليش ما كان مختار طريقة يموت فيها عادية طبيعية؟ يعني في وتاني يوم مثلا ما يصحى يكون مثلا بعد عمر 90 سنة السيد المسيح عايش بيناتنا. ليش طريق الخلاص والفداء جاءت بهذا الشكل؟ يعني هذه طريقة تفكير بشرية بسيطة. يعني ايش بدك؟ كان عم نحكي على اشكال العذاب انذاك بالعصر الروماني، اعطيني اي شكل كان ممكن انك انت تقبله للسيد المسيح غير عن الصليب مثلا. حط ببالك، تساءل مثلا ايش ممكن، يعني النار مثلا نصير نحط نار على المذبح ولا نيران بكنائسنا نؤمن فيها، ام نصير نعمل تماثيل للاسود، ام نصير بالسيف؟ يعني مثلا الكهنه بدل ما يحملوا الصليب يحملوا سيف مثلا معهم وهم دايرين، انه هذه العلامه اللي كانت السيد المسيح قتل فيها. يعني ما اجمل كان انه الصليب، فاختيار الصليب كان في حكمه ربانيه الهيه، ما نبقى نحمله بعدين إن كان الكاهن أو الإنسان اللي يحمل الصليب علامة فخر، فخر لإلنا. فرمزية الصليب يعني اللي كانت أقصى أنواع العذابات، ملعون من علق على خشبة، صار إنه هو بنال المجد والخلاص. فهذه التساؤلات ممكن يلاقوها أشخاص اللاهوتيين، يعني إنه سخيف نحكي فيها، لكن لا بالعكس تساؤلات الناس في النهاية تساؤلات. وفي كمان تساؤل، لماذا كان الاختيار على لماذا يهوذا الإسخريوط؟ هل مشارك في عملية الفداء إنه لما تسلم؟ يعني هو مكتوب له لما يولد هذا يهوذا الإسخريوط يكون تلميذ ويسلم يسوع المسيح، انه هذه هي في طريق الخلاص والفداء. لكن يهوذا الاسخريوطي اذا بدنا نيجي مع علم ربنا السابق ليهوذا وايش بده يعمل، وانه يسلم يسوع المسيح ولعنه، راح يتمنى انه لو ما يولد كان انه يهوذا، لانه خطيئته العظيمه، لانه عملها عن سوء نيه وليس بحسن نية. فهو بيقول لك انه هذا يهوذا الاسخريوطي كان مكتوب له انه، او انه هي رسالته انه يسلم يسوع المسيح، لكن هل سلمه ليسوع المسيح عن حسن نية ام سوء نية؟ هون اكيد سوء النية نية كان عن السوء النية وانا ذاك، فعشان هيك كانت خطيئته عظيمة لانه لم ينال الغفران او التوبة قبل ما ماته. فنحن بنقول انه يسوع كان فداه، كما مش لما معلق على الخشب وفدى كل الخاطئين، لكن عملية الفداء على الخطايا اللي لاحقة بعد الصلب، عملية الصلب، إلا إذا كانت مربوطة في التوبة. نعم هذا اللي تعلمناه من الكنيسة والسيد المسيح علمنا، لأنه التوبة نعم هي اللي بتجيب الخلاص. نعم بخصوص يهوذا بحب أنوه دكتورة إذا بتسمحي لي لنقطة. سوري هذا سؤال واحد من نعم الأسئلة بالضبط كمان اللي وردتنا. خطيئة يهوذا هي خطيئة الطمع. نعم بالأساس هو كان ينظر إلى مال صندوق الفقراء وكان يختلس منه، وعندما أتوا بالطيب غالي الثمن قال لماذا كل هذا الهدر؟ نعم لماذا كان بعناه وضعناه نعم لصندوق الفقراء؟ وعندما عرض عليه مبلغ زهيد لتسليم يسوع طمعوا،
هو ما كان يفكر موضوع الخلاص ولا شو، يعني هو ما عنده سابق علم ودراية ولا كان فاهم شو، يعني حتى التلاميذ المقربين من يسوع يلا كانوا فاهمين، فهو كان عقله بالفلوس، كان عقله بالطمع، نعم، بالمادي، فهو ما سلم يسوع مشان يتمم مشيئة ربنا، حاشا، نعم، بالعكس هو من سابق إصرار وترصد للخطيئة المخزونة في كيانه النفسي، نعم، في ضعف بشرية الإنسان. يهوذا يمثل أشخاص كثير بحياتنا اليومية، نعم، اللي ممكن يبيعوا مبادئ سامية في حياتهم، أخلاقهم، وفي حياة عقائدهم من أجل مبتغى مالي، سواء بالصحافة، سواء بتصريحات، سواء يغير مواقف جوهرية بإيمانه، يطلع يغير أشياء جوهرية بس كرمال المادة. إذا خطيئة يهوذا هي كانت بالمادة أولا، وثانيا بعدم التوبة والاعتراف. يعني احنا شفنا التلاميذ كثير أخطأوا بحق يسوع، من الحبايب ومن المقربين من آل بيته، مثل واحد أنكره، واحد قال ما بصدق كيف يقوم من بين الأموات زي توما أو زي بطرس، ولكن فيما بعد، بعد توبتهم، بعد أن عادوا بكل فهم وبكل حكمة وبكل إدراك، كيف انعمت قلوبنا ولم نفهم لما مشوا تلميذي أمواس، كيف فهمهم يسوع أصبحوا شهود حتى الممات وأسسوا، نعم، عليهم، أسس عليهم يسوع، أنت الصخرة، أنت الكرسي تاع يسوع المسيح اللي رح تصعد عليه البابوات فيما بعد ويصل الكهنوت إلى أجيالنا اليوم. فهي بحث حبيت أعمل مداخلة على موضوع يهوذا، على موضوع يهوذا الإسخريوطي، نعم، فعلا فهو مش مشارك بعملية الفداء، هو كان أوكي حاشا الوسيلة أو أنه تم تسليم يسوع، لكن بسوء النية وليس بحسن النية، أو أنه عارف أنه هذه رسالته، لا، لا هو لم يعرف، هو كان من باب الطمع. وأيضا أبونا موضوع الصليب، يعني السيد المسيح كان يكون الصلب الربط، هو اختار، مش اختار، انه كان الصلب تبعه انه في يديه ورجليه، انه في المسامير يثقب، لكن طريقة الصلب اللي تم صلب السيد المسيح فيها طريقة كانت جدا، يعني فيها الرهبة العظيمة، فيها الألم الشديد اللي بيشعر فيه الإنسان المصلوب معلق بكل وزنه على مسامير. يعني الواحد أوقات خشبة بتلاقيه دخلت هيك صغيرة بإيده وبصير يتألم منها، إيش حال إنه حديد عم بيحتك بالجلد بالدم وأيضا وزنه. وكان هذا الإنسان يموت خنقا، لأنه كل ما بده ياخذ نفس بده يرفع حاله شوي على الصليب. فإذا ببعد الواحد يتخيل يسوع موقفه هو كإنسان مصلوب، منبوذ، مرذول، مكروه، يعني عم بيتعذب على الصليب، عم بيشوف رفض البشرية لهالحب العظيم لربنا، انه بالنهاية انه تم الصلب. طبعا هي رسالة الخلاص وطريق الخلاص هو عملية الفداء، الحمل المذبوح على الصليب. كيف انه في النهاية بتكون الانسان اللي مصلوب مرفوع، يعني لما أي طريقة موت أخرى، مثلا الجلد أو قطع الرأس أو التكسير العظام، مثلا الرجم أو الأكل إذا بطريقة تانية الأسود، أو بهالطرق اللي كانت سائدة، كان كلياتها من يعني على الأرض، إنه الإنسان بيوقع، لأنه بيكون واقع، بيكون ضعيف، وضيع، مرذول، مخذول، لكن هو كان مرتفعا على أعلى نقطة، مصلوب واقف، واقف بكل قوته وعظمته، مع أنه كان متألم، لكن وفي النهاية الصرخة العظيمة اللي صرخها قبل تسليم الروح، يعني الإنسان اللي بيكون بعد هالساعات الطويلة وهو مرفوع على هالصليب والدم، الألم، لكن إجاه القوة العظيمة أنه يصرخ الصرخة ويستودع روحه بين يدي الرب وحضن الآب. جدا يعني بتلاقي أنه عظمة السيد المسيح بانتصار، مات، مش مات كضعف أو ضعيف، لا، مات في عظمة وانتصار، حقق واقف اللي بده إياه، نعم، حقق الغاية والهدف، دكتور. فهذا هو يعني بقول كمان من أسباب لماذا الصليب، لماذا كان موت السيد المسيح في هذا، نعم، هذا العلو، نعم. في الحقيقة دكتور، إذا هلا بدي أحكي شعر، ما بدي أحكي لاهوت،
بحكي هالصليب أصبح بعد صلب يسوع، قبل صلب يسوع ليس له معنى إلا عبثي. بعد صلب يسوع المسيح، بعد أن استخدم هذه الأداة، أصبح مثل حبة الدواء، أصبح مسكن البلسم والبلسم. وهنا في مقاربة كتابية كنا بنحكي قبل شوي عن جبل نيبو وعن ضع الحية على الخشبة، سارية الخشبة، وكل من نظر إليها يشفى الحي، لأنه زمان كانوا القدماء يأخذوا من سمها دواء، يعملوا الـ شو بسموه، الرياق، الترياق من سموم الأفعى الشفاء. ويصنعوا منه الشفاء. وهذا هذه الأفعى اللي قعصتها قاتلة وسامة وسمها مميت، استطاعوا البشر أن يسخروا هذا السام ويصنعوا منه الدواء للداء اللي أصلا منه. ولذلك أراد موسى أن يفهم الشعب الذي كان يفهم أنه العلاجات والأدوية من وين تنجاب، حطوا الحية النحاسية. وبالمقاربة الكتابية بالعهد الجديد لما بيحكي كما علق موسى الحية في البرية هكذا يعلق ابن الإنسان، يعني صليب يسوع اليوم هو الدوانا اللي بيشفي أوجاعنا كل ما نتطلع بالصليب. حكى أبونا فادي عن التأملات أمام الصليب هي اللي أعطتنا اللاهوت. ونحن ما زلنا حتى اليوم دكتورة أمام الصليب تفيض مشاعرنا حب وأحيانا كثيرة حزن. يعني أنا شخصيا دكتورة بيبي لما بنرفع على الصليب وبندق الخشب وبنعمل المشهد اليوم علق على خشبة لما بنعملها قبل الجمعة العظيمة، فعلا وانا بدق بالخشب والاضواء الكنيسي مطفيه وبيعطونا مطرقه حقيقيه وصليب حقيقي وانا مغمض عيوني وانا بدق، يعني بحسها بدق على لحم، بحسها بدق على جسد حقيقي. يعني احيانا بعض الكهنه دمعته بتنزل من عينه، يعني بتاثر بهالمشهد. ونحن لا نستذكر ذكريات بنعيش، بل نعيش الحدث الذي حرمنا منه بسبب الهوة التاريخية ما بين زمن يسوع اللي ما عشنا معه وما بين هذا الزمن. اليوم في بعض المسيحية بالعالم بيحكوا لك انه هذا سوفونير، هاي ذكرى اللي بنعملها هذا كلياته. لا، احنا بالكنيسة الجامعة الارثوذكس الكاثوليك اللاتين احنا بنحكي نحن نعيد الحدث. يعني لما الكاهن بيحول، يعني وكأن على الصليب بنعمل المشهد على القيامة، نعيد استذكار الحدث ونعيش في أحياء. إحنا مش ناس بنعيش زي عيد ميلاد فلان بنعيد ميلاد يسوع أو قيامته، لا، نحن نستذكر الأحداث. ومن هنا الكنيسة تجعل كل يوم عيد لأحد القديسين، 360 يوم تلف السنة حول المحور الرئيسي وهو عيد القيامة، وبتلف الكنيسة كلياتها وبتعود إلى نفس المحور الأساسي في حياتنا. فالصليب هو إشي بوجدان المسيحي أكثر من ما هو زي ما تفضلت قبل قليل إنه خشبي وبنعلقها زي ما بيحكوا بالتعليقات وبنحطها. وعودة إلى الخشب من النبات، من الشجر، من شجرة آدم الساقط إلى آدم الجديد وحواء الجديدة مريم العذراء. نعم نعم أبونا. وأيضا أحد اللاهوتيين بيذكر أنه أراد الانتصار على الشيطان في عقر داره، لأنه كان الفضاء هو الشيطان اللي يحوم فيه ويعمل الخطيئة. فهو انتصر على الشيطان على الأرض، وطلع السيد المسيح بصليبه المقدس وانتصر وحارب الشيطان في فضائه. آمين. يعني هذا كان واحد من اللاهوتيين ذكره انه هيك يسوع المسيح انتصر على الشيطان بكل الحالات، ان كان على الارض وبالسماء وبالفضاء في الهواء. وفعلا أبونا الغوص في موضوع الصليب ومعنى الصليب يعني كبير. وإحنا بتمنى من المشاهدين والمتابعين اللي سمعوا حلقتنا أيضا إنهم يرجعوا يتأملوا بموضوع الصليب، وما نضلنا نحكي بموضوع إنه ليش اختار الصليب، ليش كان موت السيد المسيح على الصليب، لماذا كان هذا العذاب. بعتقد إنه الأباء الكهنة أجابوا عن هذا السؤال، الأب فرح حجازين والرهبة مريانا وكيم نشكرها من بيروت، وأبونا فادي هلسة من كهنة الروم الأرثوذكس، وأبونا جورج شرايحة أجبنا على موضوع الصليب ولماذا كان الصليب هي الأداة اللي يسوع يتم الخلاص فيها. ونضلنا فخورين بهذا الصليب، نضلنا فخورين انه احنا كل حياتنا نقدمها ليسوع المسيح اللي فدانا. فقصة الصليب هي قصة الحب العظيم، الحب الكبير اللي يسوع فرجانا واعطانا اياه، حيث المحب
يفدي نفسه، فهو فدانا في موته، فدانا بحياته عشان نحن نحيا في المسيح، فإحنا بنحيا فيه، نحيا في الصليب. فصارت أداة افتخار وليست أداة موت. مظبوط، احنا لما بننظر على الصليب نتذكر ألام السيد المسيح، لكن أيضا من الوجه الآخر لا، الصليب هي القيامة والمجد، مجد الرب. فبشكرك أبونا وبشكر كل الأباء، بشكر متابعتكم من كان على تلفزيون نورسات والفضائية، وأيضا على صفحتنا على نورسات جوردن الأردن، وبنشكر كل اللي شاركونا بتعليقاتهم وأسئلتهم وأيضا استمعوا لنا. بتمنى أن تكون هاي الحلقة كانت مفيدة لكم، وإحنا نعيش في هذا الزمن المقدس، زمن الأربعيني. فنحييكم، وقبل النهاية نأخذ البركة من أبونا جورج شرايحة، ونقول لكم صباحكم نور، وننطلق بمجد وفرح المسيح دائما وأبدا. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب تكون معكم جميعا. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، إلى اللقاء. كون تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل وميل.